السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معاكم النهارده رز بالخلطه. شايفين شكله جميل جدا وطعمه احلى من شكله، عاملينه بالمكسرات والقرفه وكبده الفراخ، جميل جدا جدا. ان شاء الله جربوه ويعجبكم اهو. وهنبتدي على طول الشغل، هنعمل الشوربه اللي هنسقي بيها الرز. معلقتين زيت في الحله على النار، او زي ما انتم شايفين كده، معاهم بصلايه متوسطه متقطعه ترنشات، اي تقطيع، لان احنا كده كده هنصفي الشوربه دي اهوت. وهلف البصله ديت في الزيت لحد ما تبدا ان هي تدبل اهو، ادي فيها على طول، ما بتاخدش حاجه على النار، الموضوع بسيط وسهل خالص. وتغييره احط عليها معلقه سكر، معلقه كبيره، ومعلقه كبيره يعني معلقه اللي احنا المعلقه اللي احنا بناكل بيها دي. معلقه السكر دي بتدي لون بس ما بتسكرش في الاكل. بعد ما البصلة دبلت حطيت لها معلقة سكر كبيرة، ودي فيها بقلب على طول علشان توصل اللون الحلو اللي احنا عايزينه ده اهو. اهوت بنقلب، ادي فيها على طول زي ما قلت لحد ما توصل اللون البني الحلو، مش المحروق. المحروق هيدي مرارة في الاكل اهوت. كده خلاص هننزل عليها بالمية. المية دي بقى ازاي؟ كل كوباية رز عليها كوباية مية. انا هعمل 3 كوبايات، نزلت عليها ب3 كوبايات ونص مية، عامل حسابي في النص كوباية زيادة ديت علشان الغليان اللي هتغليه هيتبخر النص كوباية دي. نزلت بالمية بتاعتي على البصل اللي انا لونته والسكر اهوت، وهسيبه يغلي على النار غلوتين تلاتة كده لحد ما ناخد طعمه. حلة تانية بقى على النار، معلقة سمنة، بصلة ناعمة عشان نعمل الرز اهوت، بصلة ناعمة ومعلقة السمنة. وهبدأ ان انا الف البصلة ديت على النار لحد ما تدبل البصلة دي. دبلت، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة قرفة بودرة، او اذا كان عندك اعدام حطي ما يهمش، ورشه الملح بتاعتنا اهو. وهقلب الخليط ده كله على بعضه لحد ما البصله تصفر. طبعا في الوقت ده بشم ريحه القرفه وبشم ريحه الفلفل الاسود، ريحه بتبقى جميله جدا وهي بتتحمر في السمنه كده مع البصله. بنقلب بنقلب. انا زي ما قلت هعمل 3 كوبايات رز، عشان كده حطيت 3 كوبايات ميه في البصلة اللي احنا لونناها. هننزل دلوقتي معانا حبايتين قرنفل بعد ما البصلة دبلت، وحباية حبهان هحطهم برضو عليها بالعدد كده، انا عايز الريحة بس مش عايز الطعم الزيادة. حطيتهم على البصلة، زي ما شايفين البصلة لسه بتغلي على النار اهيت، هتبدأ البصلة تصفر وتلون. هنزل عليها بالرز بتاعي اللي هو 3 كوبايات رز، زي ما قلت رز مصري عادي مش بسمتي ولا حاجة، رز عادي خالص. في ناس كتير ما بتاكلش البسمتي، انا واحد منهم اهوت. وهقلب الرز تقليب مع البصلة مع معلقة السمنة مع البهارات اللي انا حطيتها، تقليبة كويسة كده لحد ما الرز يسخن. اعرف ازاي ان هو سخن؟ ان انا ما اقدرش امسكه بايدي اهو. حطيت له معلقة مرقة صغيرة ونص معلقة صغيرة بهارات، البهارات دي بهارات شركة اسمها كمينة عاملاها، جميلة قوي قوي، يا ريت تستعملوها. انا مش بعمل اعلان ولا حاجة لان اللي اعرفهم ولا يعرفوني، بس بقول لكم على اللي انا بستعمله. سخنت الرز، خدت المية بتاعتي وصفيتها فوق الرز اللي انا عامله. طبعا الشوربة دي زي 3 4 غلوات كده على النار، خدت طعم بعضها وطفيت عليها ونزلت بيها على الرز وهقلب الرز. في ناس بتحط المية على الرز وتسيبه يختم على بعضه كده، انا مش كده خالص اهو، انا بقلب في الرز، ايدي في الرز على طول حتى وهو بيتشرب. بتلاقي الرز طالع نافش كده، مش مكتوم، مش طالع خاتم على بعضه كده اهو، تشرب الرز خلاص بالشكل ده اهوت. هغطي عليه بالغطا بتاعه واوطي النار واسيبه يستوي، رز عادي خالص. طيب
عندي طاسة تانية صغيرة فيها معلقة زيت أو سمنة اللي عندك، هنزل عليه بشوية لوز من اللي عندي مسلوقين ومتقشرين ومقطعهم بالشكل ده اهوت، وهحمرهم في معلقة الزيت أو السمنة اللي أنا حطيتها. أنا حطيت زيت أهو، مجرد ما يبدأ إن اللوز لونه يدبل يعني أهوت زي ما شايفين، هنزل عليه بمعلقتين تلاتة زبيب أهو، الزبيب ده منقوع في مية ومعصور من المية بتاعته، ونزلت عليه على اللوز أهو. دي المكسرات اللي أنا هحطها على الرز، وهقلب فيها كده على الهادي بالراحة كده لحد ما تلون لون حلو كده اهو، زي ما انتم شايفين ايدي فيها على طول، لان هي الزبيب بيحرق اهو، بيحرق على طول، فيا دوبك لونه وصل للون اللي انا عايزه طلعته بره، والطاسه هي هي اللي انا بالسمنه بتاعته هي هي، حطيتها على النار تاني ونزلت بكبده الفراخ فيها، كبده الفراخ المغسوله كويس ومنقوعه شويه في شويه خل، نزلت في السمنه ديت بكبده الفراخ اللي عندي، نازل بالكبده سليمه زي ما انتم شايفينها اهيت، ان كبده الفراخ ما بتستحملش، لو اتقطعت هتبهدل الدنيا خالص وهتفرفت مني. هسيبها على النار لحد ما تنشف خالص ميتها وهطلعها بره. ادي الرز بتاعنا اهوت استوى زي ما انتم شايفينه، طالع زي الفل اهوت ما شاء الله، ولونه حلو جدا وريحته مش هقول لكم، انا عامله والدنيا صيام فكانت ريحته مشكله كبيره معايا اهوت، ريحته جميلة جدا. ادي الرز بتاعنا ومفرفر وزي الفل اهوت، هحط عليه واركنه بقى جنبي وهبدأ ان انا اغرف السرفيس بتاعي. ادي الرز اهو، وعندي الكبدة اهيت، وعندي المكسرات اهيت اهو، هغرف الرز في السرفيس. انا بعتذر لكم لان في حتة ما اتصورتش في الفيديو، بس انتوا هتستوعبوها يعني، الموضوع مش صعب يعني أهو. بعد ما غرفت الرز احط على وشه المكسرات واحط على وشه الكبده اهو، ادي السرفيس بتاعنا اللي انا اللي احنا شفناه، خدت الكبده على شكل صفوف، كل صف بينه مكسرات زي ما انتم شايفين كده، وهي دي الكبده بتاعتنا. انا خدت الكبده على اتنين بس، عايزها تبقى كبيره، صغيره بتروح على طول في الرز، ما بتبقاش عارفه انك بتاكلي كبده معاها. سيرفيس كده شكله احسن، وجربوه ان شاء الله هيعجبكم، هو تغيير عن الرز الابيض والرز ابو شعريه والرز حبه بحبه. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.